السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، الأحياء منكم والأموات. نعم، صرت أخاطب الموتى أنا الآن. الأحياء منكم والأموات، من وين جاتني هذا؟ طيب أيها الأخوة والأخوات، الأحياء منكم فقط، سنتحدث في هذا الفيديو عن الذكاء. ما هو الذكاء؟ هل حقا كلنا أذكياء؟ ما هي العبقرية؟ وكيف تكتشف عبقريتك؟ إن شاء الله هذا الفيديو سيساعدك على اكتشاف موهبتك وعبقريتك، أو على الأقل في بدء البحث عنها. في الحقيقة لم يجد العلماء تعريف واضح للذكاء. للآن هو يعتبر لغز، وتعريفه يختلف من عالم لعالم ومن فئة لفئة. وفي نظري أسوأ تعريف له وأسوأ فئة عرفته هي والدينا. للأسف فإن تعريف الذكاء بالنسبة لآبائنا خاطئ جداً. تعريفهم له سطحي ومادي للغاية. بالنسبة لهم ذكاء يعني رياضيات، أو ذكاء يعني نجاح في الدراسة ورتب أولى. وهذا التفكير أيها الأخوة دمر الكثير من الأطفال، وللآن هو مو مازال يدمر في أطفالنا ويجعلهم يكرهون الدراسة. بل أسوأ من ذلك، هو يجعلهم يفقدون الثقة في أنفسهم ويكرهون أنفسهم. طريقة تربيتهم لنا فيما يخص الدراسة فاشلة جدا، وتساهم في خلق جيل محبط مكتئب كاره للعلم والتعلم، أو في خلق جيل كالروبوتات يعمل ويدرس فقط خوفا وإجبارا من الأهل، لهذا يكون جيل فارغ وفاقد للإبداع. بعض الآباء يقارن كثيرا أبناءه بأبناء الآخرين، وطبعا هذه المقارنة تقتصر فقط على الرتب والمعدلات، ويتهم ابنه أو ابنته أنه أقل ذكاء من فلان، وأن فلان أذكى وأفضل منه فقط لأنه جاب أفضل منه في امتحان الرياضيات. هناك عائلات تضرب أطفالها ضرب مبرح عندما يرسبون، أو حتى عندما يأتون بمعدل ضعيف في مادة معينة. هناك من يهين ويسب ابنه ويفقد الثقة في نفسه بالكلام الجارح والمقارنات، ولا يهتم لمشاعره أبدا، لأن الآباء في نظرهم هذا السب جيد، لأنه سيجعل الابن محفز وسيعمل أكثر لينجح. لكن بصراحة هذا تفكير أحمق ومتخلف. عندي قاعدة لطالما آمنت بها، وهي أن الدراسة لا تعكس الذكاء أبدا. الدراسة لا تعكس إلا المجهود والعمل والانضباط وقوة الذاكرة. ولو كانت تعكس نوع من الذكاء، فسيكون حسن التصرف في الوقت والقدرة على إدارته واستغلاله بطريقة ناجعة وفعالة. لكن الدراسة لا تعكس ذكاء الشخص كما هو سائد. فلا صاحب الرتبة الأولى بالضرورة ذكي، ولا صاحب الرتبة الأخيرة غبي. وهناك عدة أدلة على هذا الكلام. مثلا أينشتاين فشل كثيرا في عدة امتحانات. توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي فشل في الدراسة، وكان جميع الأساتذة يشتكون منه وينعتونه بالشخص شديد الغباء. نيوتن مكتشف الجاذبية كان فاشل في سنوات دراسته الأولى، وغادر المدرسة ثم عاد لها في وقت لاحق. بيل جيتس أغنى رجل في العالم، مؤسس شركة مايكروسوفت، كان قد قرر التوقف عن الدراسة وغادر جامعة هارفارد. ستيف جوبز مؤسس شركة أبل توقف عن الدراسة لأنه لم يقدر أن يدفع تكاليفها. مارك زوكربيرغ مؤسس الفيسبوك كان فاشل في الدراسة ولم يعرها اهتمام كبير. هل رأيتم كيف أن الدراسة لم تعكس ذكائهم؟ رغم أنهم عباقرة، لكن الدراسة أظهرت أنهم فاشلين. فلو كان هؤلاء في مجتمع عربي أو في عائلة عربية لتحطموا ولعاشوا بقية حياتهم مؤمنون أنهم فاشلون. لكن الحمد لله هم يعرفون قيمة التفاؤل والعزيمة، عندهم ثقة كبيرة بأنفسهم ويعرفون كيف يستثمرون مواهبهم. طبعا نحن لا نشجع على مغادرة الدراسة ولا نقول أن الدراسة غير لازمة. بالعكس، بدون دراسة فرص فشلك في الحياة أعلى بكثير، خصيصا في العالم العربي. لكن فقط أردنا أن ندحض فكرة أن الدراسة تعكس ذكاء التلميذ. الآن هل تصدقون أنه حسب بعض العلماء فإن أذكى المخلوقات في الدنيا هم الأطفال؟ تخيلوا، الأطفال أذكياء جدا جدا عكس ما يتخيله البعض، لأنه يولد على الفطرة السليمة ويكون عبقري ويمتلك كل الإمكانيات والوسائل التي تجعله يستطيع أن يصقل هذا الذكاء وينميه، مثل حب الاطلاع والاكتشاف وحب المطالعة وكذا. للأسف فإن معظم الآباء يعاملون أطفالهم خصيصا بين عمر 4 و7 سنوات
على أنهم صغار وأغبياء ولا يفهمون ولا يعرفون شيء من الدنيا، لهذا يتصرفون معهم بطريقة صبيانية ويجعلوهم يحسون بهذا النقص والعجز، فيصبح فعلا هذا العجز فيه، هو يغرس فيه هذا اليأس والإحساس بالضعف والغباء. العلماء يقولون أن الأطفال عباقرة وهذا أمر منطقي. انظروا للطفل وهو يتصرف بالفطرة، يريد أن يلمس كل شيء، يريد اكتشاف كل شيء، هو ضيف جديد في هذا العالم الكبير ويريد أن يبدأ باكتشاف كل ما فيه عبر اللمس أو التذوق أو كذا. وهذه الخاصية هي خاصية العباقرة الكبار، حب الاطلاع والاكتشاف هي ما جعلت العباقرة يكتشفون العجب. أيضا حب المطالعة، الطفل يكون عنده نهم للمطالعة، عنده تعطش للتعلم ورؤية أشياء جديدة، الطفل بريء، وهذه الخاصية نادرة جدا في الكبار. الطفل يسأل كثيرا، الطفل حركي ونشط جدا، لا يملك في عقله مشاكل وحب المال والعمل والسلطة والشهرة وكذا، كل همه هو الاكتشاف والاستمتاع بهذا العالم الجديد. الطفل كائن فرح جدا وكثير الضحك والابتسامة. الطفل صادق، الطفل متأمل كبير جدا أيها الأخوة، وهذه أهم ميزة من ميزات العباقرة، التأمل الذي أمرنا الله بفعله، حيث أن لفظ أفلا ينظرون إلى تكرر كثيرا في القرآن. الله يستغرب كوننا لا ننظر ولا نتأمل في خلقه، لأننا لو فعلنا هذا لاكتشفنا العجب. لكن الغريب أن أطفالنا هم من يفعلون هذا، تجد الطفل ينظر ويتأمل كثيرا في أبسط الأشياء، إلى النملة كيف تمشي وكيف تحمل طعامها، إلى الوردة، إلى جمال الفراشات، إلى البحر الواسع، إلى قرص الشمس، هذه الأشياء تجذبه وتسحره، قد يبقى دقائق وهو ينظر لمشهد جميل أو طبيعة خلابة أو حيوان بري أو أي شيء. في الحقيقة كل ما في هذا العالم يسحر الألباب، لكن للأسف فقدنا طفولتنا البريئة التي بعناها بأبخس الأسوام، طفولتنا التي كانت ستجعل منا أناس أفضل، وكانت ستجعلنا ننبهر بسحر هذا العالم. الآن لسائل أن يسأل، أين ذهبت عبقريتنا؟ لماذا فقدنا هذه الميزات؟ والإجابة على هذا السؤال مرة، للأسف فإن أول مدمر لهذه الطفولة هو العائلة، أو بالتفصيل الوالدين، طبعا ليس عن قصد إنما عن جهل بأساليب التربية الصحيحة. ثم ثانيا المجتمع المصغر، حيك، أصدقائك، مدرستك. أما عن العائلة فإن الكلام السلبي الذي يقوله الوالدين لأبنائهم يدمر الطفل نفسيا، ينعتونه بنعوت حتى إبليس لا يدري من وين جابوها، يا حمار، يا بهيم، يا أحمق، يا فاشل، يا غبي، يا حيوان، وجودك غلطة، لن تفلح في حياتك، هذا وجهي لو نجحت، خسارة فيك أموالي، أنت ضايع، أنت ستتشرد، أنت أتعبتنا، أنت وصمة عار، أنت كل أبناء أعمامك أفضل منك، أنت بيك، أنت عليك. شوي ويقولون له أنت المسيح الدجال. الضرب أيضا، الضرب يدمر هذه المواهب. وأرجو أن تستمعوا لواحدة من أهم المعلومات في حياتكم. الكثير من الآباء يضربون أو يعاقبون أولادهم بدافع أنهم أخطأوا، ويقول لك لا، أنا لا أضربهم إلا عندما يخطئوا أو يرسبوا. لكن في الحقيقة وما لا يدركه الكثير من الناس أن الفشل هو أساس التعلم، بدون فشل لم يكن الإنسان سيتعلم أي شيء. الطفل فشل عندما حاول أن يمشي أول مرة، لكن مع كل سقوط هو يتعلم ويطور في طريقة مشيه. أول ما أراد أن يتكلم فشل، وكان يتكلم بطريقة خاطئة. أول ما حاول الأكل وحده أو الكتابة فشل، ولكن بهذا الفشل هو تعلم الطريقة الصحيحة. يعني أن الفشل أمر واجب ومحتوم لكل إنسان في الدنيا. يقول هنري فورد مؤسس شركة سيارات فورد المعروفة، الفشل هو الفرصة التي تتيح لك البدء من جديد بذكاء أكبر. يعني أنك عندما تفشل في شيء فإنك بهذا تعلمت معلومة جديدة وزاد ذكاؤك فيما يخص هذا الشيء، وأكيد لن تفشل نفس الفشل إذا جربته مرة أخرى. نفس الشيء حصل مع توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي، فشل 1000 مرة في اختراعه قبل أن يخترع أخيرا المصباح الذي غير به العالم، ثم قال أنا لم أفشل،
بل وجدت 1000 طريقة لا يمكن للمصباح العمل بها. وفي رواية أخرى يقول: أنا لم أفشل 1000 مرة، لكن المصباح كان اختراع من 1000 خطوة. تشارلز كاتيرينج، مخترع حاصل على 186 براءة اختراع ورئيس البحوث في شركة جنرال موتورز، يقول: ليس عار أن تفشل، الفشل من أرقى الفنون في العالم، عندما نفشل نقترب في اتجاه النجاح. وطبعا أحلى كلام من كل هذا الكلام كلام رسولنا الحبيب الذي قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. شفتم كيف؟ ما معنى اجتهد ثم أخطأ؟ يعني فشل. فسبحان الله، حتى في الدين الفشل تثاب عليه وتؤجر، لأن الله يعلم أهميته ودوره في الوصول للنجاح. لكن بسبب التربية الخاطئة فإن والدينا يضربوننا فقط لأننا نفشل، وهذا ماذا سينتج عنه؟ سينتج عنه أطفال خائفين جدا من الفشل، وبالتالي أطفال خائفين من التجارب. نحن برمجنا منذ كنا صغارا أن نخاف من الفشل والمحاولة، كنا نعاقب كل مرة نفشل أو نخطئ، لهذا تسجل في العقل اللاواعي أنه يجب أن نحتاط من الفشل، من الخذلان، من الخسارة. لهذا وجد هذا المجتمع المشلول، صرنا نخاف من المحاولة، من المجهول، من التجربة. الرجل صار يخاف يفتح مشروع خوفا من أن يفشل، البنت تخاف ترتبط أو تدخل بأي علاقة قد تكون فاشلة، تجد من يخاف أن يجتاز امتحان معين أو حتى امتحان السياقة فقط لأنه يخاف يفشل. بعض الشباب صار يخاف الزواج لأنهم يخافون من المسؤولية أو الفشل. التلميذ يخاف يدخل جامعة معينة فقط لأنها صعبة ويخاف من أن يفشل. صرنا نخاف الدخول في أي تجارب جديدة، نعيش كالمشلولين العاجزين. وهذا كما قلنا عكس الفطرة. الفطرة أن الإنسان المفروض لا يخاف المجهول والمحاولة، وقطعا لا يخاف الفشل، بل يعشق التكرار والإصرار إلى أن ينجح، مثل الطفل الصغير الذي يحاول المشي 1000 مرة لكن يسقط، ورغم هذا لا ييأس، بل يبقى يحاول ويحاول رغم السقوط والألم إلى أن يمشي. الله يسامح أهلينا، الله يهديهم، طمسوا كثير من مواهبنا ودفنوها، قتلوا فينا موهبنا وسيرونا كما يريدون. لهذا أريد أن أتوجه ببعض النصائح للأبناء ولأي شخص يشعر بالضعف والنقص. لا تتأثروا بالكلام السلبي من حولكم مهما كان مصدره، من أمك، من أبوك، من أصدقائك، من أستاذك، لا يهم. لا تدعوا أحد يقيد حريتكم وفكركم. لا تحزن من أي نقد أو سخرية. الله قال: ولقد كرمنا بني آدم. الله جعل الملائكة كلها تسجد لك، فلا تدع مجرد إنسان آخر تافه يسلب منك هذا الفضل ويجعلك تشعر بالنقص أو الإهانة. لا تدع أحد يحبطك أو ينقص من قدراتك. أثبت للجميع أنهم مخطئون وأنك أعلى وأفضل منهم ومن توقعاتهم الفارغة. كن متأكد أنك عبقري وأنهم هم التعبانون الذين فقدوا طفولتهم ومواهبهم. تصرف بفطرتك السليمة، وثق في نفسك فأنت أكبر وأقوى مما تتصور ومما هم يتصورون. لا أحد في الدنيا يعرف قدراتك ومواهبك أفضل منك، لهذا لا تدعهم هم يقررون من أنت ويقررون حياتك وشخصيتك. لا تجادل الحمقى ولا تدخل تحت سقف سخريتهم. لا تثبت لهم أنهم مخطئون بالكلام، بل بالفعل والعمل. حافظ على الطفل الصغير الذي فيك، ابقى بريئا فرحا متحمسا، لا تفقد إصرارك ولا تخف من الفشل. فلو كان الفشل سيء فعدم محاولة الفشل أسوأ. لقد أطلت أيها الأخوة ولم أدخل في صلب الموضوع بعد، لهذا سنكمل الجزء الثاني في الفيديو القادم إن شاء الله، وسنعرف ما هو الذكاء وكيف تكتشف عبقريتك وموهبتك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والله أكبر. ではまた会おう、キラ。